السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله عليك. حياك حبيبي. معلش بس تفهمني وش ال... احنا منصة ريف عبارة عن دعم مالي غير مسترد تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة. تدعمون ايش بالضبط؟ ندعم القطاعات الثمانية هذه، من ضمنها الأسر المنتجة، قطاع البن العربي، الثروة الحيوانية، قطاع الورد. طب الدعم كيف بيكون؟ تسجل عن طريق منصة ريف. هذه طريقة التسجيل صح؟ اي هذه طريقة التسجيل هنا متواجدة. وغير كذا انه لازم يكون عندك شروط، لا انت موظف لا حكومي ولا قطاع خاص، واذا كنت متقاعد راتبك اقل من 9000. في اوراق اجيبها شيء؟ اذا كانت مزرعة مثلا سك الملكية او عقد ايجار او مشهد حتى. طيب بخصوص الدعم كيف يجي؟ الدعم يكون عن طريق الوزارة، هي اللي تحدد الشيء هذا. إذا شافوك تستحق الدعم راح يرسلون جمعية، والموافقة أساسا خلال 60 يوم بتجيك إن شاء الله. فبعد ما يرسلون الجمعية هم يحددوا لك القيمة اللي المفروض أنهم يدعمون. الدعم شهريا ولا سنويا؟ الأسرة المنتجة شهريا لمدة سنة، أما الباقي لا خلال سنة مرة. الأسرة المنتجة شهريا كم المبلغ؟ المبلغ مو احنا اللي نحدده، بس انه من قيمة راس المال 10% على مدار السنة. طيب يعطيك العافية اخوي. الله يعافيك. وهذا رقم التواصل هنا موجود. رقم الدعم هذا ولا حسابات السوشيال ميديا هنا موجودة. هذا الوزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة. تمام يعطيك العافية. هذا الموقع صح؟ هذا الموقع اي بالضبط. بالتوفيق ان شاء الله. الله يعافيك ان شاء الله. طبعا انتم متواجدين في المدينه، هذا موقعكم الوحيد في المدينه، حديقه المدفال في مهرجان العسل والمنتجات المدينيه. بالضبط، من الساعه 4 العصر الى الساعه 10 الليل 10:30 11 تقريبا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ان شاء الله. تشرفنا فيك يا حبيبي.